نلتقي في هذا المؤتمر الأول لشعبة الدراسات الإسلامية مع الجلسة الأخيرة. المداخلة الموالية وهي للدكتور عبد الواحد الحسيني بالكلية المتعددة التخصصات بالراشدية في موضوع نظرية الاستئناف والتأسيس في العلوم الشرعية، فليتقدم مشكورا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. شكر الله للجهة المنظمة وللحضور الكريم. موضوعي هو نظرية الاستئناف والتأسيس في العلوم الشرعية، علم الترجمة والفهرست عند علماء الأندلس. ومن خلال هذا العنوان يظهر أن الكلمة ستتمحور أو سيكون محورها عنصرين اثنين، الأول يتعلق بالاستئناف والتأسيس، والثاني يتعلق بعلم الترجمة والفهرست. فيما يتعلق بالمحور الأول، إن الحفريات التاريخية البحثية تؤكد على أن ميلاد النص العلمي المؤسس لقواعد النظر في النص الشرعي إنما كانت بتلك الرسالة التي بعثها عبد الرحمن بن مهدي شيخ المالكية مالكية العراق آنذاك إلى إمام العربية في عصره الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ولقد كانت بحق رسالة مؤسسة لمنهج حديثي نظم قواعده مالك ومن قبله فقهاء المدينة، فحرر القول في المسائل وأزاح الغشاء عن منهج السنة في النظر وكشف طرائق الرأي المفتقر إلى الدليل. لقد مضى على الناس زمان عد الشافعية فيه مؤسسا لدورة علمية أجابت بكل قوة عن إشكالات عصرها، وأسست للمباحث المعرفية التي انتظمت فيما بعد في علوم مختلفة، وشكلت الخطوة الأولى في بناء التراكم المعرفي للأمة. فهل حان الوقت للبدء في دورة ثانية تأسيسية، تأسيس على نسقنا المعرفي واستئناف للبناء الذي توقف في زمن ألزم الفقهاء بغلق باب الاجتهاد ومنع الدخلاء من إفساده، دورة استئنافية تسع كل العلوم الإسلامية سواء الموثقة للوحي أو الخادمة له؟ لقد كان عبد الرحمن بن خلدون رحمة الله تعالى عليه المتوفى سنة 803 قائد حركة رائدة في مجال تأسيس العلوم الاجتماعية وإعادة تشكيل النسق الثقافي الإسلامي في أفق إخراج عمران إسلامي قادر على استئناف نبضه وعطائه الحضاريين. كما أن نسج الإمام الشاطبي 790 لدرس على منوال مغاير يعتبر استئنافا للدرس العلمي والمعرفي أيضا، ويمكن اعتباره تأسيسا له في دورته الثانية. يقول رحمة الله تعالى عليه: فإني شرعت في تأليف هذه المعاني عازما على تأسيس تلك المباني، فإنها الأصول المعتبرة عند العلماء والقواعد المبنية عليها عند القدماء. توقفنا عنده النصوص المؤسسة والعناصر المعرفية التي رتبها العلماء، نجد تطور أنها تتطور وتتغير من مرحلة تاريخية إلى أخرى، مما يدل على أن مرحلة التأسيس كانت متواصلة من بدء الكتابة مع سعيد بن عروبة 150 للهجرة على الراجح، كما هو عند الدكتور فؤاد سيزكين المحقق التركي الألماني الباحث، أو مالكا 179 قبل تنقيحه لنسخته الأخيرة. لكن المسيرة توقفت واستجدت ظروف وأحوال دعت إلى جلسة استراحة بين بداية القرن السابع إلى نهاية القرن الثامن حسب العلوم، ويشكل علينا إدراج كثير من كتابات القرن الثامن والتاسع والتي كانت فريدة في بابها، كما هو الشأن في كتابات الإمام الشاطبي 790 وابن تيمية 728. هل تعتبر استئنافا أم دورة جديدة لتأسيس العلوم؟ ونمثل هذا المنحى بعلمين اثنين هما أم العلوم، علوم القرآن وعلوم الحديث. أما الأول فقد انطلق التأليف فيه المستقل، أي التأليف المستقل مع ما كتبه علي بن إبراهيم المشهور بالحوفي 430 للهجرة وسماه بالبرهان في علوم القرآن، مرورا طبعا بابن الجوزي في القرن الخامس، ومرورا أيضا بصاحب فنون الأفنان في علوم القرآن والمجتبى
أيضا مرورا أيضا بالقرن السابع مع علم الدين السخاوي في جمال القراء، ومرورا أيضا ببدر الدين الزركشي في القرن الثامن مع مؤلفه الموسوم البرهان في علوم القرآن. إذا توقفنا عند برهان الدين الزركشي أو بدر الدين الزركشي رحمة الله تعالى عليه، نجد بأن هذه النسخة الأخيرة في ذلك التأسيس المبدئي لهذا العلم، وبعده بدأ هناك نوع من الكتابة أو الترتيب المعرفي ترتيبا آخر، كما ارتب ذلك الكافيجي محمد بن سليمان في القرن التاسع، وارتب أيضا السيوطي في القرن العاشر، لأن السيوطي توفي سنة 911 للهجرة. ولا يمكن اعتبار كتابات السيوطي خاصة في علوم القرآن أو غيره إذانا أو بدءا لإعادة كتابة الدرس القرآني في مرحلة أخرى، ولكنه كان حافظا وحاول أن يعيد ترتيب المعرفة القرآنية التي توقف تأسيسها مع الزركشي. وإنما السيوطي حافظ وليس منتج للمعرفة كما هو الشأن لمن أنفق من قبل وقاتل. أما الثاني فهو علوم الحديث، فقد استهله صاحب المحدث الفاصل الرام هرمزي 360 للهجرة، الذي يعد أول من ألف في هذا الباب، وتابعه الحاكم النصابوري في معرفة علوم الحديث، نتحدث عن التأليف المستقل دائما، وتابعه بعد ذلك قلت الخطيب بغدادي. أنا أنتقل إلى الكتب المؤسسة التي أسست للمعرفة، وليست الكتب التي كررت بعض المعارف بعد ذلك. قلت هناك كتابين للخطيب بغدادي الذي أيضا كان علما في بناء هذا العلم في تلك المرحلة، ومرورا بالقاضي عياض في الإلماع، وصولا إلى الحافظ أيضا الذي حاول أن يرتب المعرفة الحديثة فيما بعد في القرن السابع، وهو أبو عمرو الصلاح الشهروزي في معرفة أنواع علوم الحديث، أو ما يصطلح عليه ويسمى بمقدمة ابن الصلاح. انطلاقا من هذا البسط نقول، هل الحاجة ماسة إلى البحث عن الثمرة أم الاستئناف في التأسيس وترتيب المعرفة الإسلامية ترتيبا مغايرا؟ هل نحن بحاجة إلى دورة ثانية لتأسيس قواعد النظر تأسيسا على ما أسسه علماء المدارس في المدينة ومكة والكوفة، واستصحاب للزيادات النوعية عبر مسيرة العلم؟ أم هل نحن بحاجة إلى القطع مع الماضي وتأسيس علم جديد منطلقات جديدة؟ أقول إن اللفظ عند الفقهاء إما أن يكون وضعا أو استعمالا أو حملا، فالوضع للغة وللشارع، والاستعمال للمخاطب، والحمل للمخاطب، والتقصيد بالمعنى المقصود ليس وضعا على هذا المعنى، ولا استعمله صاحب المقاصد عليه، بل هو بنقيضه، وهو معنى مذموم عنده، وهو أن يقصد المكلف النص الشرعي غير مقصوده أصالة، وهو أمر غير مأذون فيه. أما التجديد فمداره في اللغة على القطع والاجتهاد في اللغة، والمقصود عندنا الاستئناف للقطع، وبهذا يكون الاعتراض على اللفظين من جهتين، من جهة اللغة ومن جهة الاستعمال. وإذا كان سؤال التجديد ملحا، فإن التصورات المحيطة به غير واضحة المعالم، والدعوة إليه مضطربة لفقدها الرؤية المنهجية والكفاءة البشرية اللازمة، ولكن الحاجة إلى المواصلة والاستئناف أصبحت ضرورة. وقد تفطن إلى ذلك الأستاذ علال الفاسي رحمة الله تعالى عليه، وهو يقول: ولقد كان الإسلام رسالة تستمد قوتها من الوحي، وتستجيب في مطامحها لحاجة الفكر والروح، استجابتها لحاجة الجسم الإنساني في حدود الفطرة التي فطر عليها الناس. وإذا كان الوحي خاصا بصاحب الرسالة الأولى، أي من حيث الإيحاء وتقوى، فإن مهمة المواصلة لتحقيق الغاية التي بعث بها، وهي هداية الخلق إلى طريق السعادة في الدارين، لم تنتهي ولن تنتهي أبدا. أي يتحدث الدكتور على الفاسي رحمة الله تعالى على الاستئناف، ولا يتحدث عن مسألة التجديد. وإذا كان هذا الحديث خرج وهو يتحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة، قال: وإذا كان هذا الحديث خرج مخرج الوعد الإلهي، فإن له من سنن الدين وطبيعته ما يهيئ المسلمين لتحقيقه، على أن الذي يهمنا هو ما يشمل عليه هذا الحديث من روح صريحة وضمنية تؤذن بأن الأمة الإسلامية تخضع للتطور كغيرها من الأمم الأخرى، وتنذر بأنه لا تمر 100 عام إلا وتكون في حاجة لبعث جديد ويقظة ثانية. إذا كانت هذه الدعوة آكد في العلوم الخادمة،
فإنها ضرورية أيضا في علوم أخرى لا يوليها البعض كثير عناية. وأبدأ هنا بعلم التاريخ وعلوم الشريعة تاريخ، وحقيقته أي حقيقته التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال في المواليد والوفيات، ويلتحق به ما يتفق من الحوادث والوقائع التي ينشأ عنها معان حسنة مع تعديل وتجريح ونحو ذلك. ومن فروعه علم التراجم وتاريخ الرجال، وهو علم يقدم لنا تراجيم للرواة أو الرجال وبيان أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية، ويعتبر مصدرا تاريخيا مهما في دراسة أحوال المجتمع وفي نقد المادة العلمية. لقد ألف المشارقة في كتب السير، وانتقل التأليف في ذلك إلى مبدعي الأندلس أبو عمرو بن عبد البر رحمة الله تعالى في كتاب الاستيعاب. لكن المؤرخين وهم يؤرخون إلى هذا العلم في بدئه يؤرخون بكتابات ابن السكن رحمة الله تعالى عليه، ويؤرخون أيضا بعلماء ريا وعلماء قرطبة وابن الفرج الجياني في الحدائق وسكن ابن سعد في تاريخ أدباء الأندلس. لكن المؤلفات كلها تندرج بالأساس مع أول مؤسس لهذا العلم، وهذا ما انفرد به الأندلسيون أي فقهاء المالكة الأندلسيين رغم مسيرتهم منذ أواسط القرن الرابع انتهاء بدءا بابن الفرج وانتهاء أيضا بأحد المالكية الأندلس في المغرب الذين كتبوا في هذا العلم، واستقل هذا العلم بهم، ويحتاج أيضا هذا العلم إلى إعادة بناء جديد. لقد حقق كثير من هذه المباحث نشكر الأستاذ الفاضل فكرة فقط لقد حقق كثير من هذه المباحث الأندلسية الدكتور المرحوم أو الدكتور بن شريف حفظه الله، والدكتور أيضا أحد المحققين المشارقة الذين يكتبون في الحديث، وأيضا بعض المغاربة الذين حققوا في ذلك المجال. والكتاب في هذا التحقيق موجود في 4 أجزاء وهو عند الدكتور محمد مفتاح. نطمع أن يكون ذلك بغية كثير من طلبة العلم في إخراج هذا التراث الأندلسي إلى الوجود. والسلسلة هنا سلسلة مالكية محضة، سلسلة مالكية محضة فيها أكثر من 10 مؤلفات مهمة جدا، تحتاج إلى منها ما يحتاج إلى تحقيق، ومنها ما يحتاج إلى إعادة مراجعة وبناء، لأنها مؤسسة لهذا العلم الذي يجب أن يبدأ استئنافه من جديد. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام.